الكل يعرف أن القطاع الصحي أصبح من أولويات الحكومة المحلية والذي ينسجم البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء. بالطبع هذا المستشفى التخصصي لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم يعتبر طفرة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في محافظة نينوى، خاصة ونحن خارجين من حرب، وكذلك أعمال تدبير لكل البنى التحتية ومنها القطاع الصحي. ولكن اليوم الحمد لله كوادر صحة نينوى وكذلك محافظة نينوى أنشأت المستشفى التخصصي الصحي، أعتقد خطوة كبيرة للأمام بدفع عجلة القطاع الصحي للأمام. اليوم الفريق الإيطالي موجود لتدريب الكوادر العراقية، وكذلك الأخ مدير المستشفى دكتور مديان يواصل العمل ليلا ونهارا. وصلت هناك 6 حالات مرضية لزراعة نخاع العظم، كان المخطط أن يكون خلال 2 مريضين فقط، ولكن في 4 أشهر تم احتواء 6 مرضى. هذه طفرة نوعية في القطاع الصحي، نتمنى أن نتواصل نحن في محافظة نينوى ومدينة الموصل، نقدم خطوات حقيقية ونبهر باقي المناطق بأننا قادرين على استعادة القطاع الصحي. أعتقد اليوم لابد أن نوجه شكرنا وتقديرنا إلى مديرية صحة نينوى وكذلك الدكتور مديان وكذلك إلى السيد عبد الوهاب معاون الإعمار وكذلك الشركة المنفذة للمشروع وكذلك للإيطاليين من أصدقاء الإيطاليين الذين يحاولون تدريب الكوادر العراقية في ظروف، أعتقد ظروف المستشفى هي ظروف خاصة جدا يتطلب عزل كامل، ولكن الحمد لله اليوم هذا الصرح العلمي الطبي هو اللي يعتبر الأول على مستوى المحافظات العراقية، وإن شاء الله نحن كحكومة محلية سنقدم كل الدعم اللوجستي لهذا المستشفى حتى يكون ناجح بامتياز.